أخبار اليوم. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني المفروض الدولة احنا منتظرين منها إجراءات حاسمة أكثر من كده، إجراءات رادعة أكثر من كده، سرعة في القصاص، لأن احنا يعني السادة الإرهابيين قاعدين في السجون والوكيلين شابين نايمين بيخططوا بيتمولوا والإرهاب لا ينقطع عن الشارع المصري. احنا في حالة حرب، ويجب أن يكون القضاء فعلا يعني بنفس سرعة أخذ القصاص في الحرب. إن شاء الله عايزين محاكمات سريعة وعادلة وقاسية، يبقى القانون رادع فيها، عشان أي حد تاني يسوي له نفسه يعمل كده يفكر مليون مرة قبل ما يعمل.